السلام عليكم شباب، طبعا اليوم جايب لكم كيف انكم تروضون الحصان. فيلا نبدأ. طبعا اول شي تجيبون الحصان، طبعا تركبون عليه، طبعا زي ما انتم شايفين لازم تضلكوا تركبوا عليه لما ما ينزلكوش. طبعا زي ما انتم شايفين ما نزلنا. طبعا لازم يكون عندنا سرج ودرع للحصان. طبعا نحط السرج والدرع. طبعا زي ما انتم شايفين الحصان زي ما انتم شايفين راح يرضى معكم. طبعا كيف انكم تسمونه؟ تدورون على الاسم، تجيبون اسم، تجيبون سندان، تجيبون سندان تحطون في النيم تاج، تكتبون اسم الحصان. مثلا اسميه هيرا، باخذ الاسم وروح عند الحصان وبضغط له كليك يمين. طبعا زي ما انت شايفين تسمى. هلا كيف انكم تربطوه ما تخلوه يشرد منكم؟ تجيبون سياج تحطوه، تجيبون حبل زي ما انتم شايفين جبته. راح اضغط على الحصان كليك يمين، زي ما انتم شايفين ربط، وتضغطون على العود كليك يمين. طبعا زي ما انتم شايفين هيك انربط. وبس وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. مع السلامة.